قبل نحو عام تقريباً ضجت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخبر عن مغترب لبناني بادر إلى تسديد الديون في محلات السمانة والصيدليات في إحدى قرى الشمال كمبادرة منه لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يرزح تحته الآلاف. وفيما بقيت هوية الفاعل طيل كتمان أطلقت عليه تسمية روبن هود. هذا العام عاد روبن هود من جديد لتسديد ديون الناس، ونفذ ذلك بسرية تامة نهار السبت 3 نيسان 2021، وجال على قرى بشري وسدد ديون الأهالي أيضا في محلات السمانة والصيدليات. لكنه هذه المرة لم يتمكن من إخفاء هويته، فخلع قلنوسته ليتبين أنه مؤسسة فرديسو التي أسسها عدد من رجال الأعمال على رأسهم حبيب وطارق الشدياء تحت جناح البتركية المارونية وبالتعاون مع غيرها من الجمعيات. أستقبل اليوم ممثل فرديسو في قضاء بشري المهندس نبيل دريبي. أهلا وسهلا فيك بتعا ننسى بمريم تي في. أهلا وسهلا مدام. بدنا ننسى البروفايل تبعك مهندس ورئيس بلدية سابق بحتشيت. بدي بس هيك أمرق سريعا على كيف تعرفت على مؤسسة فرديسو. ما بعرف هلا إذا بتسمحي لي خبر شوي ليش توصلنا لهون بمؤسسة فرديسو؟ من وين انطلقت مؤسسة فرديسو؟ تفضل. نحن بالأول نعرف كلنا أنه من 75 إلى 2005 كان في عنا مشكلة عضوية بقضاء بشري. أول 15 سنة منهم كانت الحرب الأهلية بلبنان، وال 15 سنة الثانية كانت حرب من نوع ثاني على قضاء بشري بالذات لأسباب سياسية معينة. كان كل البلد في شغل إلا بقضاء بشري، كان بعده مسكر لكن في مشاريع تنمية ولا شيء ثاني. هلا من بعد 2005 مش الحال، فتح قضاء بشري على البلد وعلى العالم وبلش يصير في مشاريع. بس انتبهنا بال 2018 انه بالرغم من انه عم يصير في مشاريع وعم ينحط مصاري بالقضاء وكل شيء، بس اهلنا بقضاء بشري مش عم يقدروا يستفيدوا من مقومات القضاء يلي هي مقومات ضخمه سياحيه وزراعيه سياحه دينيه خاصه وسياحه دينيه. صحيح. فنحن من هالمنطلق يعني قضاء بشري يمكن ليلي ما كتير بيعرف يعني هو من أصغر الأقضية بلبنان، 22 ضايعة بس 22 قرية وضايعة، وبالرغم من أنه من أصغر الأقضية هو أكثر قضاء غني بمقوماته السياحية، بالأخص عنا السياحة الدينية. صح، عنا وادي النوبين، عنا وادي، عنا مر شربل من بعكفرة، عنا جبران خليل جبران. صحيح. من بشري، يعني عنا سياحة ثقافية، عنا سياحة، عنا السكي، عنا رياضة شتوية، عنا رياضة صيفية، يعني عنا المناخ، عنا الطقس، عنا هايكينج، عنا كل مقومات إذا بدك المنطقة السياحية بامتياز. صحيح. وبالرغم من هيك مش عم نقدر نوصل لمحل نخلي أهلنا يستفيدوا. وبالهجرة مفتوحة على مصر عايها. صحيح صحيح. فجينا نحن يعني قلنا طيب بهالحالة خلينا نعمل وكالة سفريات تنأمن نجيب سواح على بشري. من هون خلقت شركة فرديسو شين ميم لام يلي هي ما لها علاقة هلأ بالمؤسسة الحالية للسياحة والتنمية. هي للسياحة والتنمية. هي شركة سياحية عادية مسجلة، وقلنا نحن انه هالشركة منستقطب يعني منجيب سواح، نعمل برامج سياحية، منجيب سواح على قضاء بشري، واي ربح او اي مردود مالي ممكن يطلع منرجع منضخه بمشاريع تنموية بقلب قضاء بشري. بالحقيقة تفاجأنا انه اشتغلنا على مدى سنة بهالموضوع، وبالرغم من هيك ما قدرنا حققنا اي شيء، لانه المشكلة كانت باختصار يعني المشكلة كانت هي بإدارة الملفات، يعني بإدارة المجال السياحي والمجال الزراعي بقلب بشري. يعني نحن من بعد كل هالسنين اللي كنا مسكرين فيها كانت شابوبا يعني لكل اصحاب المؤسسات انه عملوا جهد كتير كبير تقدروا حافظوا على مؤسساتهم، بس ضلت هالمؤسسات
نوعا ما بإدارة فردية بدون أي مراقبة بدون أي تصنيف، وبالتالي الأجنبي اللي بده يجي من برا بده يعرف المؤسسة شو تصنيفها، شو ممكن يأخذ منها، كيف يتصرف فيها. يعني ما كان يعني ما كنا نقدر فعلا نوضح للناس اللي بدنا نجيبهم لوين اخذينهم. يعني لازم يكون في عنا ستاندار معين نقدر نمشي عليه. صحيح. فجينا قلنا طيب رح نعمل فرع من فرديسو شي ميملام اسمه ديفلوبمنت، يعني فرديسو ديفلوبمنت يلي هو بس للتنميه. واشتغلنا مع خبراء لبنانيه مشهود لهم وشاغلين بلبنان وبدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومع اثنين خبراء من فرنسا، يعني من منظمتين معروفين كوراي وتيتراكتيس. وعملنا مثل مخطط توجيهي كثير كبير، ضلينا اشهر نحن وياهم واجتماعات وعملنا مخطط توجيهي تنقدر نعمل من منطقه بشري شيء بنقله بالفرنساوي بارك ناتوريل ريجونال. يعني بتفوتي على بشري بتعرفي انه المؤسسات مراقبه، مراقب فيها الاكل، كل شيء فيها اندر كنترول، يعني كله تحت المراقبه، حتى الزراعه معروف شو السواد اللي عم يستعملوه، شو الادويه، شو السموم، كل هول، لانه تنقدر بالقليل نوصل نقول للسايح انه انت جاي على منطقه عارف لوين جاي. إداريا ممسوكة. بعد ما خلص المخطط التوجيهي ما كان عندنا إلا أنه ننفذه بشراكة كاملة مع المؤسسات الرسمية، لأنه كان بدنا حدا يضبط تنفيذ هالمخطط ويراقبه على المدى الطويل، ما في إلنا إلا البلديات. صحيح. وبالتالي عرضنا هالبرنامج على اتحاد بلديات قضاء بشري، كان في تجاوب كتير كبير بالأول، حاولنا نعمل مثل بروتوكول تعاون نحن وياهم مشان انه نقدر نحن وياهم نقوم بتنفيذ هالموضوع، طبعا تحت السقف تبعهم لانه هن الجهه الرسميه المخوله. لسوء الحظ لاسباب معينه منا معروف منا مش معروف ما قدرنا نوصل لهالبروتوكول التعاون ووقفت الموضوع هون، وقفنا هون. هلا اثناء حضرتك رئيس بلديه؟ نو انا رئيس بلديه من 2004 ل 2010، سو انا كنت اوريدي مني بالبلديه، بس هيدا الحكي بال 2019 قبل 17 تشرين وقبل جائحة كورونا. هلا لما فتنا بجائحة كورونا وبالوضع الاقتصادي الصعب بالبلد صرنا نشوف انه صار في عنا مشكلة، مشاكل ملحة، صار في أولويات. صار صحيح انه نحن هدفنا نعمل مشاريع تنموية على مستوى مستدام وعطول، بس هلا صار في اشياء لازم نعملها، يعني ما فينا نترك اهلنا بدون دواء، بدون صحيح. اكل، بدون تدفئة، بدون. فقلنا من هون خلص ما بقى فينا نضل نشتغل هيك، خلينا نعمل مؤسسة رسمية ونسجلها وكل شيء ونشتغل ضمنها. فمشان هيك صرنا، يعني كان بالأول يعني الموضوع اللي حكيتي عنه بأنه اندفع الديون وهيك، هيدا اندفع بالأول على مستوى يعني كتير فردي نوعا ما. ايه بس ضج البلد فيها. صحيح. انه ما ضل انكونيتو، ما قبل يصح عن اسمه. ابدا ابدا. ونحن بكل صراحه بعده لهلا، يعني اذا بدك هيدا الهدف تبعنا، انه نحن كل شيء والله مقدرنا انه نقدر نوقف حد اهلنا، حنوقف حدهم بدون اي حسابات لاي مردود مستقبلي. شعار الى جانب الانسان وحريته لحياه اكثر سعاده واستقلاليه. وكمان بتقولوا لهم معك على الحلوة والمرة. صحيح. لهلا بعدكم معهم على المرة يعني. معهم على المرة، بنتأمل يا رب يصير في أيام حلوة بنكون نحن وياهم بالأيام الحلوة. كتير بتشددوا بالشعار على الحرية إلى جانب الإنسان وحريته. نعم. لحياة أكثر سعادة واستقلالية، حرية. نعم. واستقلالية. نعم. كتير بتشددوا. نحن ستنا، يعني إذا بدك الموضوع المهم انه نحن اذا كان نحن او غيرنا بدنا نساعد اهلنا بحالة طريقه، اهم شيء انه نحن نكون محافظين على كرامتهم بالدرجه الاولى، وثاني شيء محافظين على حريتهم باي شيء ممكن يعملوه مستقبلا. ما فيها ابعاد سياسيه، ما فيها ابعاد ابدا. نحن مشان هيك قصدنا نكون تحت جناح البطركيه، تنكون فعلا منزهين عن اي عمل سياسي. المكتب تبعكم وين؟ بالديمين، بالبطركيه الجديده، يعني بمركز البطركيه الصيفي بالديمين. يعني تحت سقف بكركي. تحت سقف بكركي طبعا، والتنسيق عم بيكون على طول مع كل المؤسسات يلي هي بتشتغل تحت سقف الكنيسه، يعني مثل كاريتاس، مثل جمعيه مار منصور بشري، جمعيه مار منصور حتشيت، مؤسسة سيل،
في كثير مؤسسات بيشتغلوا بزيت يعني هلا معروف التاريخ. مثلا بقضاء بشري انه هو قضاء يعني كتب عليه الهجره من زمان. ما كان في شوي اذا بدنا نقول هيك انه مغتربين انه يرسلوا لضياعهم فريش ماني وهيك ينشلون شوي؟ صحيح. هلا انا برايي هذا الموضوع بعده لهلا قائم، يعني الموضوع اللي حضرتك طرحتيه هلا انه كل المغتربين عم بيساعدوا اهلهم، انا برايي هالمساعده بقدر ما هي ضئيله ممكن تكون هلا على فرق الفرق الصرف فرق العمله صايره كثير بتاثر. صحيح. يعني يمكن قبل كان الواحد ما له عين يبعث لاهله 100 او 200 او 300 دولار، هلا صار بيبعثهم وبيشوف انه عم يعملوا طبعاً مبلغ كبير. طبعا طبعا انا برايي بعده هذا الموضوع اساسي بالنسبه لاهلنا ببشري، لانه في نسبه كثير كبيره برا لبنان، وبرايي انه هيدا جزء منه هين ابدا. نحن كمان ما تنسي يعني نحن حاولنا نساعد تنقول بمستشفى بشري قد ما بنقدر، بس نحن ما بدنا ننسى ابدا انه الجهه الاساسيه يلي هي مستلمه هلا كل نفقات اداره مستشفى بشري هن شباب بشري بسدني. يعني هن اخذين على عاتقهم المغتربين بسدني اخذين على عاتقهم كل شهر بيبعثوا النفقات التشغيليه تبع المستشفى ببشري. نحن ممكن بحالات معينه اذا لقينا اي محل فينا نساعد. بجائحه كورونا وين ساعدتوا؟ كيف ساعدتوا؟ نحن بجائحه كورونا عملنا مثل الحمله انه نحن حدك من البي سي ار بوزيتيف للبي سي ار نيجاتيف، يعني اي حدا بقضاء بشري بتعملوا بي سي ار على حسابكم؟ على حسابنا او بالتعاون مع مؤسسات مثلنا، يعني كان في مؤسسات عم تقدم هي البي سي ار كنا عم نتعاون معها، فنبعث الشاب يعمل بي سي ار على حساب المؤسسه الثانيه، بس نحن نتابع معه بالادويه بالاكسجين كونسنتريتورز يعني مكانات الاكسجين اذا في ضروره انه تزوروا مرضى على البيت او يزوروا حتى حكيم على البيت او حكيم على التليفون، يعني كنا عم نامن كل يلي لازم، وحتى اذا لا سمح الله اضطر. كان في مراكز ايواء مشان العزل ولا كل واحد ببيته؟ بصراحه فكرنا كثير بهالموضوع بس قلنا بالبيت بضل افضل، لانه بالبيت بضل في حدا يهتم فيه معنويا ومعنويا هو بضل نفسيا بين اهله ما بحس حاله انه هو معزول عنهم. يعني ونسبه الكورونا كانت عاليه؟ كانت عاليه نعم بفتره معينه. كثير بفتره بصراحه لا بصراحه لا، وحتى كان في بهيدا الخصوص كان في دراسه عم يعملوها بالجامعه الامريكيه، طلعوا على المنطقه تيشوفوا ليش كان في كثير اصابات بقضاء بشري بس ما كان في كثير وفيات. وفيات متدنيه ليه؟ يعني كان انا عرفت انه عم يعملوا الدراسه بس ما عرفت بالنتيجه تبعها، بس انه ما بعرف تأدي البنيه الجسديه ممكن عده عوامل، يمكن البنيه الجسديه ممكن وجودهم بطقس شوي قاسي وبارد يعني في عده عوامل ممكن تدخل. انتم كمان من ضمن النشاطات مواجهه الجهل كمان. نعم. على كافه انواعه. نعم. خبرني شوي عن هذا. نعم. نحن بكل صراحه يعني اذا بخبرك نحن المشاريع اللي هلا عم نحضرها كثير كبيره، بس نحن اذا بدك عم يسبقنا الاحداث بالارض عم تسبقنا. يعني صرنا مضطرين انه نلحق حاجات الناس اللي هي اكثر الحاحا، بس نحن شو الاكثر الحاحا حاليا؟ هلا اكثر الحاحا هي الدواء والمستشفى. دواء والمستشفى بصراحه لانه صار حتى الفرق تبع وزاره الصحه الناس ما عم فيها تتحمله، فرق الضمان الناس ما عم فيها تتحمله، الادويه اذا وجدت يعني نحن اطلقنا حمله انه نحن حدك الدواء علينا للادويه المزمنه من هلا لاخر السنه. طيب اوكي قلنا الدواء علينا بس اذا موجود عم نروح تنجيب له ما عم نلاقيه. عم نبرم واخر شيء عم نقول للمريض بليز اذا انت بتعرف فرماشيه. ما عملتوا قبل ستوكاج للادويه؟ عملنا ستوكاج للقسم للحاجات. طبعا طبعا عملنا دراسه وعملنا ليستات وقد ايه بتحوز المنطقه من ادويه مزمنه وديناها، بلشنا حكينا مع اول فورنيسور دواء وجبنا منه تقريبا 20% على مدى 6 شهور وال 20% الثاني محجوزه عنده على مدى 6 شهور ثانيه، 80% الباقيين وديناهم لاكثر من مستورد ادويه وثاقبت انه سبقنا الوقت، كنا بس بهالوقت قلنا نحن عم نشتري الدواء من يعني نحن الصيدليات من الصيدليات حاضرين نلبي الناس ولو انه بدنا نشتريهم من الصيدليه ديركت. مع انه نحن وقت نعمل ستوك بيكون ارخص لنا تنقدر نساعد اكثر، يعني صح. ارخص لنا انه بمعنى انه البيجي اللي بنحطه بصير بدل ما نوزعه مثلا على 100 عائله بصير بدنا نوزعه على 150. بالقضاء في عجز كثير؟ في عجزه في عجزه بصراحه، بس هذا الموضوع بعد ما حكينا فيه نحن، يعني نحن بعد ما نحن بس عم نشوف حاجاتهم ان كان بالحفاضات، يعني في منهم لانه عجزه بحاجه لحفاضات كبيره، ان كان بالادويه
نحن يعني بكل صراحة يعني وبتواضع، يعني نحن عم نقول على قد ما الله بيقدرنا، نحن ممنوع حدا بالمنطقة يكون مثلا بردين بالشتاء لأنه ما عنده تدفئة ونحن ما نعمل شيء، يمكن ما نقدر نعمل كثير أشياء. وزعتوا مزبوط؟ وزعنا مزبوط على حوالي 1400 وشوي عيال مزوت او حطب، لانه في منهم ما عندهم تدفئه على مزوت. اوكي دفعنا هودي، يعني انه نحن بس هيدي اذا بدك عملناها انه بسبت النور بالاخص قبل العيد دغري، انه هالانسان يلي عنده دين بان كان بالمحل او كان بالفرمشيه كمان عملتوا زيت تبع روبن هود. زيت الجوله تبع روبن هود بس رجع انكشفت روبن هود. نحن ما كنا حابين ابدا نحكي فيها ولا حتى نحطها بالسي في تبعنا لانه احنا ما بدنا هذا الموضوع. هون في سؤال هيك بيحضر، انه بتحس انه اوقات لو قليله انه الناس بتستغل؟ 100% 100%. نحن رح لك مدام، نحن بالرغم من هيدي النقطه بس انا اكيد انه مزبوط هذا عم تقولي، وفي ناس كثير بتستغل وفي ناس كثير بتاخذ من هون ومن هون ومن هون وبصير عندها فائض طبعا من الاشياء يلي ما عايزتها بقى، صحيح، وغيرها او جارها ما انه قادر ياخذ او كرامته ما بتسمح له يطلب، او نحن ما عارفين انه عايز لانه ما بيقول انه عايز. ما يعني في مشكله اوقات عند اهلنا انه مش بالضروره كل واحد يعني ما بيقول انه عايز معناتها ما انه عايز، يعني ممكن يكون في عزة النفس، في عزة النفس عندهم، وهيدي عم تخلق لنا مشكله مش عم نقدر نعرف بالضبط نوصل حتى لو الناس. عبر خور الرعيه وافكتيف ما عم نشتغل الا مع اخوان الرعيه لانه بنعرف انه هن كرسي الاعتراف تبع العالم، وانه بالقليل بضلوا يعرفوا الناس من وراء التعاطي اليومي معهم وهيك، ونحن عم اذا بدك عم نشدد على موضوع الشغل من خلال اخواننا الرعيه لانه هو المدخل الاساسي للبيوت 100% للبيوت. ما حفظ كرامه كل العالم، لانه الخوري شو ما عمل الناس ما بتشوفه تتقبلها، اما نحن اذا جينا عملنا اي شيء بصيروا بدهم يقولوا لا هودي مدري مشان شو او شو في براسهم، اما خوري الرعيه بيكون هو، ونحن مشان هيك على طول بيكون الشغل بالضياع بواسطة خوري الرعية. هلا في ضياع فوق كمان بفصل الشتاء بتنزل على المشتى تبعها. صحيح. يعني ما عندكم كمان زيت التحديات. صحيح. وهيدا إذا بدك انطرح هيدا المشكل، بس نحن كنا لأنه بعده التمويل تبعنا هو تمويل ذاتي، يعني التمويل تبعنا هو من المؤسسين تبع فرديسو. طارق وحبيب الشديق وعنا غيرهم، يعني نحن في غيرهم كمان من المغتربين بالهيكليه تبعنا، نحن مألفين من انه من رجل اعمال يلي هو حبيب الشديق، من اعلامي، ومن ثلاث دكاتره فيك تسمي لي وثلاث مهندسين فيك تسمي لي عنا حبيب وطارق الشديق طبعا. بس اللي ما بيعرف طارق هو كمان ارشيتكت يعني دو منه مهندس. حبيب هو رجل اعمال كثير كبير. الاعلامي هو رجل اعمال بنيجيريا وبلبنان كمان. بلبنان كمان يعني هو عنده مشاريع كثير كبيره بلبنان. في عندنا دكتور رشيد رحمه كمان معنا من المؤسسين. في عنا أماندا الشديق كمان دكتورة، هي بنته لحبيب الشديق من المؤسسين. سان بول الشديق يلي هو ابن خيه لطارق كمان من المؤسسين. في عنا إعلامي انضم لنا من بعد ما أسسنا يلي هو كلوفيس شوي فاتي. وفي كتير عم نحكي نحن وياهم هلأ بصراحة هن عم يساعدونا للآخر. بس بعد لهلأ أنه ما فينا يعني منن أنه هن مامبر يعني منن جزء منا، بس هني عم يشتغلوا معنا يعني كمان. هي المؤسسه صارت اذا بدنا نقول على اذا بدي احكي لوجستيا. يعني في عندها الفانات الخاصه لها، او كل مره مثلا بتستاجروا فانات؟ نحن بنستاجر. بتستاجر بعد لحد هلا لانه نحن بعد هيكليتنا بعدها ما اكتملت، يعني نحن بعدنا اسسنا جديد ومشينا جديد. طبعا في انا كمان من المؤسسين يعني، بس اذا لانه مشان ما ننسى هالموضوع. طبعا حضرتك مهندس. نعم. مدني. مهندس مدني. هلا بالنسبه للهيكليه تبعنا، طبعا نحن قلت لك الاحداث عم تسبقنا، حتى يمكن القرطاسيه اللي لازم تكون موجوده يعني كان بعدنا يعني بعدنا ما عملناها، لانه كنا على طول عم نركض تمشين يعني نلحق نشتغل. كنتوا متوقعين انه توصلوا لمرحله تركضوا ورا الدواء، تركضوا ورا المازوت والحطب؟ بصراحه انتوا كانت امالكم وطموحاتكم
السياحة بصراحة كلية نحن كنا معتبرين أنه المرحلة حتكون أقصر من هيك، يعني مش أنه أقصر، يمكن الكل شايفين أنه البلد خربين وبده وقت كتير، بس نحن كنا مش عارفين أنه هالقد بسرعة حيكون الانهيار. وبالتالي أنه صحيح بلشنا بالمازوت لأنه كنا شايفين أنه المازوت بده يغلى، وبالتالي الناس مش حتقدر صح تخزن أنه تخزن مازوت، أو أنه وجاي شتوية والمنطقة مسقعة كتير فوق، صح. مشان هيك مشينا بالمازوت إيفن بآخر الصيف تنربح شوية وقت ونخزن شوية للناس، وقدرنا نزمط يعني فيهم على أسعار كانت بوقتها مقبولة. ما نحن بهمنا البيجي مش مشان قيمة المصاري بقدر ما قيمة التوزيع على الناس، صحيح. يعني نحن على أكبر عدد نصير نوزع على أكبر عدد من الناس، هذه كل القصة. رجعنا مثلا نحن بعد حملة كورونا كمان، يعني مشينا بحملة كورونا مع كل العالم، حتى بعدنا لليوم يعني بحملة الأدوية المزمنة، بالرغم من أنه في أدوية مش عم نقدر نشوفها. كل شو أدوية أي نوع مرض؟ كل شيء، ضغط قلب، كل الأدوية اللي بتتاخد بشكل دايم. نحن منقول وانتبه يعني معلش هلأ عم نقول نحن أنه حد الناس بالأدوية المزمنة، بس بكل صراحة يعني حد الناس بكل الأدوية، يعني اللي عنده دواء سرطان مثلا عم نجرب قد ما بنقدر. هلأ هني لأنه بوزارة الصحة عم نجرب إذا فينا نساعدهم بوزارة الصحة، أو إذا في أي فرق معين أو شيء نقدر نساعدهم فيه. نحن كل يلي عندهم جهات ضامنة عم نجرب نساعدهم من بعد هيدي الجهة الضامنة تمشين نقدر نكون شوي يعني مرتاحين أكثر ونقدر نساعد أكثر عدد الناس. طيب إذا فتوا مثلا بمجال زراعة نو هلا من المشاريع بلا، بس من المشاريع اللي هلا عم نحضرها. نحن هلا عم نحضر اذا بدك اول شيء بس بموضوع الدراسي كنا عملنا كورسز اونلاين للتلاميذ اللي عندهم شهادات هلا، وهلا اوريدي ماشيين فيها هلا لانه هلا عينوا ماشي هلا عم يعملوا حددوا مواعيد شهادات وهلا لنا شيء شهر تقريبا كل التلاميذ بالمنطقه اللي عندهم شهادات عم نعمل لهم اونلاين كورسز بواسطه اساتذه، نحن عم نامن كل المصاريف تبعهم وبيعملوا لهم اونلاين كورسز تيقووهم شوي تيصيروا ريدي يعني تيقدروا وكمان الاساتذه هنا متطوعين ولا بيقبضوا اجرتهم؟ بيقبضوا اجرتهم من المنطقه؟ اجمالا من المنطقه. صح. طيب سؤالي هون بالنسبه للزراعه مثلا، المنطقه فوق معروفه تفاح، في موسم التفاح واهم موسم يمكن، وكل سنه في عندنا مشاكل. بتفكروا شيء؟ فكرتوا شيء؟ عندكم تطلعات لهذا الموضوع؟ صحيح. نحن بهذا الموضوع يعني إذا بدك هي الهدف تبعنا أنه نحط رؤية زراعية واضحة تنقدر شوي نوصل الناس للمحل اللي بيحبوا يوصلوا له بالزراعة، لأنه مشكلتنا وين؟ يعني نحن مثلا في عندي شاب صاحبي مثلا إجا من أمريكا يمكن كان أو بأستراليا، وإجا عنده شافة أرض من بيو كتير كبيرة وبلش يحط لها بهالسواد أول سنة وثاني سنة وما يطلع التفاح مثل ما لازم. آخر شيء جاب ناس خبراء ومهندسين زراعيين طلع أنه عم يحرق الأرض بالسواد أكثر ما عم بيفيدها. يعني اوقات اذا واحد ما عرف يستعمل بحاجه لتعاونيات زراعيه كمان، بحاجه اول شيء لارشاد زراعي، بحاجه لتعاونيات زراعيه على مستوى قضاء بشري والتصريف، بحاجه لتصريف الانتاج وانس يعني وقت بنوصل نحن لانه نعمل انتاج يكون اهل انه يتصرف، ساعتها انه خلص يعني ساعتها بصير هين علينا نلاقي له اسواق، نلاقي له اسواق يمكن هون بالبلد، نلاقي له اسواق برا باستراليا او شي محل ثاني. هلا التسويق مش ضروري يكون التسويق عبر بيع المنتج، يمكن تسويق انه عبر تصنيعهم، تصنيع اعاده صحيح. ما كمان هيدا من 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 اهم الاشياء اللي عم نشتغل عليها انه نعمل ميني فاكتوريز، يعني هلا عم نجرب انه نلاقي طريقه انه نساعد الناس تشيب. صحيح. وحلويات. صحيح. نساعد الناس انه هي تعمل مثل ميني فاكتوري عندها بالبيت، مصنع صغير وهي تعمل اشياء ونحن نشرف على جودتها شوي انه مزبوطه عم تنعمل مثل ما لازم تنقدر نسوق لهم اياها. وحتى عم نعمل ابلكيشن هلا تنقدر تيقدر الشخص ان كان من بشري او برات بشري يقدر يعرف اذا بده خل تفاح مثلا يفوت يشوف وين في خل تفاح بالمنطقه. إذا أنا طالع بشري أعمل مشوار وبدي أنا ونازل أشتري خل تفاح وين بدي روح؟ يعني عرفتي؟ هيدي كتير مهمة، هيدي كتير مهمة تتشجع الناس خاصة شوي، خاصة إذا في مثل ما بقولوا جارانتي على الجودة. صحيح. إنه أنا بوثق بالجودة وبذات الوقت كمان لأنه صار معروف إنه كل شيء مصنع بالبيت هوم ميد بده يكون سعره كتير عالي. صحيح. إنه وغير مبرر أوقات. صحيح غير مبرر. غير صحيح. مبرر. صحيح. مشان هيك يعني كل هول يعني
في كثير مشاريع على عم ندرسها، مش انه عم ندرسها حتى عم نحضرها يعني، اوريدي الدراسه صار جاهز، عم نحضر شوي طريقه تنفيذها. يعني حتى مثلا عم نجرب هلا نشوف نقدر نعمل بيت للطالب مجاني. وين؟ بمنطقه كسروين بجوني. طبعا لانه الطلاب بينزلوا على بيروت، بينزلوا على بيروت واغلبهم يعني. ايه بدنا نعمله مجاني يعني، لانه هلا يمكن يكون في بيت للطالب معمول وعلى مستوى كثير مهم، بس انه في دفع عليه، ولو انه بالحد الادنى في دفع، بس في ناس حرام حتى الحد الادنى يعني. تكون مقبول. ايه حتى الحد الادنى ما نقدر ندفعه، نحن عم نجرب نعمل بشكل مجاني نهائيا. بدي اوقف شوي بريك وبنرجع. عودة معك مهندس نبيل دريبي ومؤسسة فرديسو. بدي هون بس بدي نوه شوي انتو كيف صنفتوا، او هي المؤسسة مؤسسة فرديسو شو تصنيفها؟ هي مؤسسة غير حكومية طبعا، هي مؤسسة غير حكومية طبعا، و هي مؤسسة للسياحة بالأساس والتنمية، مدنية لبنانية تنشط في مختلف مجالات الدعم الاجتماعي وتصبو إلى الحد من الفقر والبؤس والظلم والجهل، وإلى تمكين الإنسان من تحسين ظروفه وتطوير نوعية حياته. من أهدافها الوقوف إلى جانب الإنسان والمجتمع في قضاء بشره، حيث تدعو الحاجة لمنحه فرص أفضل للعيش بتناغم مع القيم الإنسانية كالحرية والتسامح والعدالة والشفافية والمساءلة، لتمكينه من تحصيل مكامن القوة ومقومات الصمود الفردية والاجتماعية والدفع نحو تحقيق الخير العام. الحاجات نعم. شو هي غير هلأ الأنية اللي هي نعم. معروفة هلأ القضاء شو حاجاته؟ نعم. بالقضاء بكل صراحة، الحاجة بالقضاء هو أنه يكون في إدارة رشيدة للمجالات حتى العامة، المجال الخاص ولا العام. يعني نحن وقت كنا عم نعمل مخطط توجيهي نشوف كيف بدنا نحسن الوضع ببشري، بقضاء بشري، كنا حتى مفكرين نعمل أكاديمية وعملنا لها حتى أكريديتيشن مع غير جامعات برا. أكاديمية؟ أكاديمية شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ هيدي مثلا اللي عنده مؤسسة سياحية من أصغر بوست فيها، يعني من الشاب أو الصبي اللي بده يقدم على طاولة الأكل، لأمين الصندوق، للشافية اللي بده يخزن الأكل بالفريزر قد ايه الأوقات وكيف، يعني كل شيء بتعلمهم بتعطيهم شهادات يعني. أوتيلوري يعني. مثل أوتيلوري. بعدين هذه هي أكاديمية بهذا المجال، هلا عم نحكي بالزراعة بعد. ترجع كمان يعني فيها يعني أكاديميات. أي نعم صحيح. بيرجع بعدين حتى مثلا شرطي البلدية، فينا نعمل دورات لشرطيي البلديات كلها. يجوا يعملوا دورة كيف بيتعاطوا مع الناس، شو وين حدودهم، يعني وين لازم يوقفوا وين لازم يتدخلوا. لأنه لحد هلا الشرطي بيفتكر حاله أنه يعني ما في حدود لإله، هو الكل بالكل وحرام يعني عن حسن نية مش عن سوء نية. فإنه كل هول يعني إذا بدك المشكلة انه نحن بدنا نعرف كل واحد يعرف بالضبط شو اللي لازم يعمله كلنا نستفيد من قضاء بشري ومن الكنوز اللي بقضاء بشري. بتفكروا مثلا تعملوا كلية تمريض؟ ما فكرنا بصراحه بهالموضوع، لانه المنطقه بحاجه كثير. بحاجه صحيح، بس انه بدك تشوفي هي نسبه المستشفيات فيها. يعني انه نحن في مستشفى واحد ببشري، يعني تنعمل كليه تمريض حننزلهم كلهم على بيروت يشتغلوا. يعني او تبعتون على استراليا او نبعتهم يشتغلوا باستراليا. صحيح. هونيك بينا مطلوب كثير. طيب عندكم شيء برنامج للحد من الهجره؟ نحن بصراحه برنامجنا هو للحد من انه الناس تترك ضيعتها ومنطقتها. هلا في ناس عم تهاجر داخليا، يعني في ناس عم تترك بشري او حتشيت او حصرون او بين تتنزل نزوح هيدا على المدينه، لانه ما زمان كثير. نحن اذا بدك يعني الهدف الاساسي تبعنا هو انه نبقي هالعيال، انه نعطيهم فرص عمل. ما نحن لما بيكون المجال السياحي بخير
والزراعة ماشي مزبوط وعلى السكة، وكل الناس عم بتطلع مصاري، لو عندها شقفة أرض 1000 متر حد بيتها عم تقدر تطلع منها مردود معين. يعني نحن كلها بصير الناس تبقى يعني بتبقى بأرضها، ونحن في عنا مستشفى، في عنا مدارس خاصة، في عنا مدارس رسمية، صحيح، وعم بتخرج يعني، وفي مدارس رابية، يعني بالتالي في عنا كل مقومات أنه العيلة تبقى بالمنطقة وتعيش بالمنطقة وتربي أجيالها. في عنا عامل التأس اللي هو صحيح. عامل كتير أساسي، صحيح. مش هناك أغلبية تضيع عندها المشتى والمصيف، بالمصيف عندهم صحيح. بيتين 100% صحيح. هيدا بده يضل يعني، هيدا شغلة ما فينا نتحكم فيها صحيح. كتير أكيد أنه بالشتاء نقدر نخلق فرص عمل شوي أكتر مشان الناس اللي بيبقوا فوق يضلوا يقدروا يشتغلوا أو يناتجوا. حتى تزلج ما في نعم غير صحيح. هيك يعني، هيدا هو صحيح. المصدر رزق الوحيد بالشتاء صحيح. والأوتيلات والمؤسسات والمطاعم يلي بيستهوا الناس اللي بيطلع مثلا ويك أند على التلج صحيح. أو شيء بده يروح. طيب بلشتوا شغل فيهم ولا أخذتكم الشؤون الأنية؟ بصراحة هيك أخذتنا الشؤون الأنية كتير. نحن تحضيرنا اليوم قلت لك للمشاريع، يعني أول شيء بيت الطالب المجاني، تحضيرنا اليوم لنعمل الابليكيشن مشان نعمل تسويق المنطقة كلها سوا، يكون الواحد عارف وين في، وين في خل، وين في عنب، وين في مبيد، وبردون وين في مبيد، وين في عرق، وين في كل هودي الخمار. يعني بس إنه إذا واحد طالع إن كان من المنطقة، يعني أنا السنة شتيت بالمنطقة فوق وستيل ما بعرف اذا كان بدي خل تفاح مثلا بدي اسال انه مين عنده، ما بعرف انواع كثير مثلا الخبز عصاج والتوابع في كمان الحلويات كمان هلا خاصه ابتدعوها اثناء الكورونا والحجر، مزبوط. حلويات المعمول، الحلويات في كثير اشياء، ايفن في ناس عم تعمل الموني، البوم، البوم شو اسمه، خبز التفاح او شيء بيسموه، يعني كمان خبز التفاح، مثل هو مش بيسموه خبز التفاح، يعني بان دو بوم يعني بيسموه، بس هو مثل قمر الدين للمشمش، ايه مثل قمر الدين بس تفاح، بشرب بيعملوها في منهم، صحيح. ليش عم بدك طيب كثير فوق بيعملون، صحيح. بقى هودي اذا بدك مشاريعنا هلا الميني فاكتوريز يلي هي المونه، يعني نحن بدل ما نفكر انه بدنا نعمل معامل ضخمه وبدها مصاري كثير، لا، حتى نحن هلا بطور دراسه مشروع، اذا حيل حدا هو عنده مشروع خاص فيه قايم فيه، يعني منه بحاجه لنا، نحن مستعدين انه نساعده بتسويق المنتوج تبعه. كيف وباي طريقه بنشوف نحن وياه كيف وين فينا نساعد وكيف فينا نساعد يقدر يسوق يلي عم بينتجوا. كمان القضاء بحاجه كثير لاطباء، صحيح، في كثير اطباء من القضاء وهن ما بيحكموا فوق، يعني بينزلوا على بيروت، صح، او على طرابلس او على غير مدن كبيره او بيسافروا، والقضاء كثير بحاجه لاطباء. دمج، ونحن هلا حتى هيدي عم نصير نلاحظها بكل لبنان، يعني صاروا عم يسافروا كلهم لانه هلا بهالمرحله، بس قبل القضاء كانوا يشتغلوا تحت، صحيح 100%. ما كان عندنا، كانت مستشفى تبعنا انجا مستوصف، يعني مستشفى بشري ما كان اكبر من مستوصف، يعني عدد الاسره كثير قليل، كان كثير قليل. هلا بالمبنى الجديد صار في عنايه فايقه؟ لا لا بعد، بس هلا في مشروع لتجهيز الطوارئ والعنايه الفايقه. كمان معتمد على المغتربين، كمان معتمد على الخيرين، ايه يعني ما بعرف مغتربين او حتى رجال اعمال هون بلبنان يعني. طيب في شيء رسالة مثلا بتحب توجهوها للشباب بهذا القضاء؟ هو نحن بصراحة يعني إذا بدك الهدف تبعنا هو 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 الشباب تبع القضاء. ليش؟ لأنه هني مستقبل القضاء تبعنا، يعني يعني الشاب لما نحن بنقدر نأمن له قضاء مرتب نظيف، في استاندار لكل المؤسسات السياحية، في كل واحد عارف بس يروح على هالمؤسسة شو رح يلاقي فيها، شو المقابلة، كيف الأكل إذا مزبوط مش كنترولي ولا لا، لأنه كمان نحن يعني أي صار كل شيء بالسوشيال ميديا صار كله بينعرف، يعني إذا أنا رحت غديت بمحل وما عجبني الأكل وبكتب كم كلمة ما بيعود حدا يطلع على، صحيح، المنطقة، يعني صارت الناس كلها متصلة ببعضها، ما بقى مثل الأول. يعني عم تقدروا تستخدموا السوشيال ميديا لخدمة أهدافكم؟ نعم نعم أكيد، لأنه بعتقد أنه هيدا صار يعني صار يعني عندكم موقع ثابت إذا بدهم يفوتوا يتصلوا فيكم. نعم صحيح، عنا فردة، يعني عنا صفحتنا على الفيسبوك فرديسو فاونديشن، وطبعا بعدنا باول الطريق نحن، يعني بس قلت لك يعني نحن هلا في عنا اكيب مؤلف من ناس تقنيين شغلتهم انه يعملوا لنا الاكسبوجر تبع فرديسو، يعني كيف لازم نعرض فرديسو على العالم، مش لسبب ابدا الا
لنقدر نجيب سبونسرز طبعا لمشاريع اكبر. نحن كتر خير الله الشباب يلي هلا هن بقلب فرديسو عم بيحطوا كل شيء عم يقدروا يحطوه، كل ما الله عم بيقدرهم يحطوه مشان نقدر نساعد اهلنا قد ما بنقدر. بس اكيد لما بنقدر نفتح اكثر على اكبر عدد من من السبونسرز والمتبرعين وهيك بصير فينا نفوت بمشاريع اكبر بكثير. لانه معروف القضاء انه مثلا بالصيفيه بيجوا المغتربين وبيبقوا ناطرينهم الشباب صحيح. والصبايا تيتزوجوا يرتبطوا فيهم حتى ياخذوهم على الاغتراب وخاصة على استراليا، هي معروفة كثير. صحيح، نحن هلا بدنا اياهم يجوا يتزوجوا ويبقوا يعني هيدي صعبة عليكم. صعبة شوي بعرف، صعبة كثير عليكم هيدي انه توقفوا هيدا النوع من الهجرة. نعم، هجرة صحيح. الشباب بعز عطائهم وبعز يعني الريبرودكشن تبعهم. نعم. عم تاخذوهم عم ياخذوهم عم بيروحوا كلهم لبرا بكونوا ناطرين. نعم صحيح، محضرين حالهم. نعم صحيح صحيح، عم بيستغلوا كمان وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ليتصلوا ليضلوا على اتصال ليتصلوا بالشباب والصبايا. نعم. مزبوط، مشان الزواج بنيه مزبوط الزواج. هيك هيدي يعني صفه هيك على للقضاء، ما بعرف اذا بس عنا ولا وين ما كان. لا هن بياخذوا من بعضهم كمان. هن بيبقوا قريبين يعني من زيت الضيعه او ضيعه حدهم صحيح. يعني مش انه يعني انه عم بيروحوا كبوا حالهم بمحل ما بيعرفوه، لا في قربه، في عيال كثير هونيك بتقربون بتستوعبون بتستقبلون. صحيح. وما في مشاكل ابدا، يعني ما عم بيصير مشاكل ابدا يعني. صحيح. بالاجمال نسبة يعني المشاكل عم تكون كثير كثير قليلة. مع انه هيك نوع من الزواج يعني ممكن يخلق مشاكل اكبر. صحيح. لانه ما بيكونوا اثنين الكابل ما بيكونوا بيعرفوا بعضهم كثير منيح ومن زيت البيئة، وبالتالي انه ممكن يصير مشاكل مستقبلية، بس الحمد لله ما كثير عم بتكون. نبيل دريبي، حضرتك متزوج؟ نعم صحيح. عندك بنتين عم قديش عمرهم؟ 8 سنين و2 سنين. زغطورين، ما فينا نقول انه عم بيساعدوك، زوجتك عم تساعدك؟ نعم صحيح. بتساعدنا. وانت مثل ما قلنا من حتشيت، اهلي حتشيت كمان انفولفد بهول المشاريع؟ نعم صحيح، مثلهم مثل حيلا ناس يعني بكل القضاء. نحن بكل صراحة أهلنا يعني نحن لو ما أهلنا عم يساعدونا بالقضاء ما كان فينا نعمل شيء. يعني واحد نحن لو جينا نقول بدنا نساعد الناس، بس اذا الناس ما هي بدها تتجاوب معنا وتشتغل معنا يعني نحن الحمد لله انه هذه الشغله بكل الضياع. كيف تلقفوكم الاحزاب؟ بكل صراحه خافوا؟ بكل صراحه اول شيء يمكن يعني كانوا معتبرين انه مؤسسي فرديسو فاونديشن عندهم طموحات سياسيه مستقبليه. هلا نحن يعني طبعا نحن قلنا لهم انه لا هذا الموضوع مش صحيح، بس هو يمكن ما بيكفي. لا مشان هيك قلنا نحن نخلي شغلنا يبين ويأكد اللي عم نقوله. بعتقد انه مع الوقت حتبين اكثر الموضوع، ونحن بكل الاحوال منفتحين ايجابيا على كل الناس. قديش صار عمر المؤسسه؟ نحن المؤسسه هلا بشكل رسمي عمرها سنه. بس كانت التبرعات قبل؟ كانت قبل، لانه كنا قبل فرديسو شيء ميملام يعني كنا شركه قبل ما نكون مؤسسة اجتماعية وإنسانية، كنا شركة تجارية قبل. طب في ناس بتحب من برات القضاء بتحب تساعدكم ولا محصورين؟ هو بصراحة الإكيب اللي عم يشتغل معنا الفني هو في كتير من برات القضاء حابين كتير يساعدونا، وعم يساعدونا افكتيف ما بكل جهدهم يعني، وهذه شغلة منيحة كتير. نحن بس بحب أقول لك شغلة، نحن هدفنا مش نضل محصورين بقلب شري. نحن إذا بدك هلأ فكرنا نشتغل بقلب شري لانه امكاناتنا ما بتسمح لنا نطلع اوسع من قضائنا، لانه ما فينا هلا بالامكانيات اللي بين ايدينا. بنتامل انه نقدر نكبر فرديسو فاونديشن ويصير نقدر نامن تمويل كثير كبير لها تنطلع لاهلنا وين ما كان. بالاخير نحن يعني حتى اليوم اذا حدا يعني تنقول عايز او من اي منطقه او شيء، يعني نحن ما فينا نغض النظر هيك لانه انت منك من بشري يعني. كمان هذه شغله بتجرحنا نحن طبعا يعني انسانيا بتجرحنا طبعاً. مشان هيك الهدف تبعنا انه نقدر ننطلق لكل لبنان اذا قدرنا يعني. بتفكروا تعطوا منح دراسيه للشباب؟ طبعا رح اقول لك شغله بهذا الموضوع بالذات، هذا اخذ كثير درس معنا، وهلا نحن بمرحله تحضير لخطوه بالنسبه للجامعات، لانه الجامعات مشكلتها انه صارت كثير غاليه. صحيح. والناس عندها مشكله انه تحط اولادها بالجامعه. صارت هلا اوكي بالجامعه اللبنانيه عظيم، بس مش كل الناس قادره تفوت على الجامعه اللبنانيه طبعا. وبالتالي انه ما فينا نجي نقول له للزلمه انه او بدك تحط ابنك بالجامعه اللبنانيه او انه ما تدرسه بالجامعه. هلا عم ندرس في كثير افكار انطرحت بموضوع كيف ممكن نساعد التلاميذ بالجامعه، منه انه نعطيهم قروض انه نساهم بقسم
والثاني قسم نساهم فيه بس يكون على شكل قرض بيسددوا لنا اياه بس يشتغلوا مثل ما بيعطون هن بالجامعه بالاساس، ما بيعملوا بالجامعه بالاساس. وهذا باتفاق مع الجامعه، يعني نحن بناخذ الجامعات لانه نحن وقت بنتفق مع الجامعه بيكون غير موضوع، بصير الشاب او الصبيه برات هذا الاتفاق بيتعلم، هو ما بيعرف شيء ما بيتدخل بشيء، نحن والجامعه بنكون في قسم نحن من ندفع عنه والقسم الثاني من قصت له اياه. بلشتوا تحكوا مع جامعات؟ نو بصراحه بعده الفكره صارت اذا بدك صارت بطور التحضير. التحضير هلا بس عم نلاقي الاكيب المناسب تنقدر نعمل اتصالاتنا ونبني على اساس السنتاز يلي بتخلينا انه نقدر نلاقي الفورميل المضبوطه. عدا انه ما بدي اخفي عنك انه بصراحه تنقول هلا للشاب انه بس تخلص بدك ترد لنا هلا البلد طبعاً. انه ما في شغل بس انه ما فينا نبني على هلا، هلا بنتامل انه الوقت الحاضر ما يدوم، ما رح يدوم صحيح، وبالتالي ما فينا نبني عليه، يعني اكيد بده يجي ايام بدنا نرجع ايام طبيعيه والولد او الشاب يشتغل يتعلم ويشتغل وبيرد القرض مثل كل دول العالم طبعاً. يعني كل دول العالم جامعات هي بتدين بتقرض التلاميذ، نحن كمان بذات الطريقه رح نتفق نحن والجامعه على هالموضوع. بتفكروا مثلا انه تعملوا مراكز لتساعدوا تلاميذ القضاء انه بتتميم واجباتهم المدرسيه بعد الظهر؟ ممكن. هلا المشكله يمكن هلا الكورونا لانه اونلاين كل شيء اونلاين، هلا نحن بالاونلاين بس لانه اونلاين هن بحاجه لبعد الظهر حدا يساعدهم، هي مشكله الاونلاين لانه اغلبيه الاهل مش كثير حتى لو كانوا، يعني انا بعرف وعندي اولاد صغار وعندي اولاد بالمدرسه وبعرف انه الاونلاين كورسز ما بتعطي زيت زيت يعني زيت مش مثل الحضوري، مش مثل البريزنسيال، يعني منه مثل الحضوري، وبالتالي يعني اكيد لازم يتساعدوا التلاميذ. هلا نحن مشان هيك فكرنا نساعد بس يلي هن بيقدموا بصفوف الشهادات لانه عندهم طبعاً استحقاقات طبعاً. بس انه هذا الموضوع بيسوى طبيعي، يعني بيسوى يتفكر فيه. هي المشكله كلها موضوع بادجيتنج وكيف بدنا نقسم المصاري تبعنا على حاجات الناس، هيدي اذا بدك المشكله الكبير اللي عندنا. طيب عم تعملوا عم تطلقوا الصوت برات لبنان؟ نعم صحيح عم تطلقوا هالصوت. نعم اكزاكتومون، مشان هيك عم اقول لك انه نحن عم نشتغل على عرض فرديس وعلى الاكسبوجر تبعها تنيس تشوف شو عم نعمل، مش بهدف تشوف شو عم نعمل، مش تنقول للناس نحن شو عم نعمل، تصير في ثقه كمان، بس تصير في ثقه وتتنبنى الثقه بيننا وبين الدونرز يلي بدهم يعطوا مصاري ويلي بدهم، وفي كثير ناس حابين يساعدوا بس ما بيعرفوا، بيطلعوا هلا بيشوفوا انه مين الجمعيات اللي عم تشتغل بالبلد وبيطلفنوا له بيقولوا لها طبعا شيء طبيعي ايه، بس نحن انه اذا ما كنا موجودين ما حدا حيجي يقول لنا انه انا بدي ساعدكم، فبدنا صحيح نكون موجودين، بدنا نبين للناس شو عم نعمل. وما في بالاول كان عندنا اذا بدك هيدي مثل انه ما لازم نقول لانه ما بدنا نحن يقولوا انه هودي عم يعني عم بيشوفوا حالهم شو عم يعملوا، بس بالاخير ما بينعمل الا هيك، يعني ما في غير طريقه. بترك كيف يعني كيف حيطكم، شو رايه بهالانطلاقه؟ بكل صراحه نحن عم نشتغل بشكل كثير حساس مع غبطه، يعني بمعنى انه هو عم بيكون يعني على طول في اجتماعات دوريه، يعني كل شهرين ثلاثه عم نعمل جلسه نحويه عم نقول له شو عملنا شو عم نفكر نعمل، بناخذ بركته يعني. ونحن حاطط كل امكانيات البطريقيه بتصرفنا، مش عم نحكي عن الامكانيات الماديه طبعا، عم نحكي لوجستي انه لوجستيا يعني وكل شيء، وبالتالي انه هذا دفع كثير كبير ودفع معنوي كثير كبير لنا، وهذا اللي خلينا لليوم بعدنا واقفين الحمد لله. بالنسبة لمثلا الكنائس بالقرى تشييدة أو تشييد هدول بتفوتوا فيهم صالونات قصص؟ بكل صراحة نحن ما عم نجرب أبدا، أو كل ضايعة هي مغتربين مغتربين إجمالا هيك عم بيصير، وهن ما نون مقصرين أبدا، يعني كل ضايعة ما نون مقصرة، يعني أعطيتك إكزامبل شباب بشري بسدني يعني مش مقصرين أبدا يعطيهم ألف عافية وعلى كل شغلهم، وشباب حتشيد بسدني مش مقصرين ابدا ابدا، يعني نحن بحتشيد في بيبعثوا بشكل دوري طبيعي شهري طبيعي للرعيه، الرعيه بتساعد كل الناس، يعني هيدا هالتواصل بين المقيمين والمنتشرين هيدا برايي يعني هو العامل الاساسي اللي عم يخلينا واقفين على اجرينا، والا اهلنا كانوا بيعانوا اكثر من هيك بكثير. انا مش عم اقول انه عم نجي نحن نعمل لهم الدنيا لافي ان روز يعني ونعمل لهم اياها، بس انه عم نجرب قد ما فينا نخفف شوي من هلا كمان المنطقه بتعاني من يعني
في إذا بدك نقص بدور العجزة، نقص كتير كبير، وخاصة أنه في عجزة كتير أولادهم أغلبهم بالهجرة صحيح. أو ببيروت صحيح. يعني بدهم كمان من يهتم فيهم صحيح. مزبوط هيك. نحن بس هيدا الموضوع دار العجزة ما فت يعني ما فتنا فيه أول شيء لأنه عم نحكي بمشاريع بتتطلب بجت كتير كبير وهذا البجت فينا هلأ نحطه بمحلات يعني يرجعون تأكتر ونحاوله. بس هيدا عم نقول يعني حتى هيدا الموضوع يعني في ناس عم تشتغل عليه هلا، يعني في دار عجزة عم ينشغل أو بده ينشغل ببشاري، وفي دار عجزة اوريدي بلش بحتشيت وبده يعني واقف هلا شغل صحيح، بس انه ما بده كتير تيخلص. اسبروا انه هذا الموضوع يخلص بس بتفكروا تبعتوا ناس بالوقت الحالي مثلا عند هالختيارية عند هالعجزة نعم. على البيوت 100% يلي بدها بحاجة انه حدا يحممها، بحاجة لحدا يعمل لها ابرة لضغط. نحن حتى في ناس مثلا عم نروح لعندهم على البيت عم نشوف شو حاجاتهم بالبيت، يعني زلمه مثلا متوفي مرته وعنده اولاد، شو وضع البيت تبعه، هل هو مهيئ انه يقدر يربي اولاده، قادر يربيهم وحده، كيف فينا نساعده. اعطيت عم اعطيك اكزامبل لانه هيدي مهمة كتير، بس هيدي عم تكون كيس باي كيس، يعني هيدي عم نشوف الحالات المعينه يعني بحاجه حدا ينظف لها بيتها لانها منا قادره حتى الاكل بس. حتى الاكل يعني مثلا اذا زلمه بتطبخوا بتبعته على اذا زلمه هلا نحن لا ما عم نعمل هيك نو بس نحن مثلا اذا زلمه تنقول مرته متوفيه واولاده معه بالبيت وهيك انه هو شو بده يطبخ، انه يمكن خيو يبعث له ما ادري شو بس بتضيع بتبعت العالم لبعضها بتبعت العالم لبعضها بس تبعت انه بشكل انه يمكن اول دوري. مرحله ايه. اول مرحله نحن مش هيك عم نشتغل على هالموضوع، يعني نحن مثلا عم نشوف مثلا اذا عنده جيران بهمهم امر انه بدل اتعابهم يعملوا له يعملوا اكل زياده ويعطوه كل يوم، سو نحن بنكون مطمنين بالنا انه كل يوم عم ياخذ حصته من هالاكل اللي عم يعملوه جيرانه يعني، وبذات الوقت عم نساعد جيرانه تيكونوا انه يعني عم نجرب نتدخل بمواضيع إنسانية. بعرف أنه نحن ما رح فينا نغطي يمكن كل مجالات الحاجة تبع أهلنا أو بس ليش إنه الفكرة المأخوذة عن القضاء عن قضاء بشري بالتحديد أنه هو قضاء مرتاح ماديا صحيح، على عكس ما بتلاحظي بس تشتغلي بهالدومين. يعني أنا إذا بدك أكبر مفاجأة كانت عندي هيدي. أنا كنت معتبر أنه أهلنا ماشي حالهم يعني مش هالقد الوضع من وراء مال الاغتراب ماشي أيه. حالهم بس اتضح انه كتير في كتير في عيال بحاجه و يعني اشياء بتوجع هالقد اشياء بتوجع. قدرتوا تعملوا مسح؟ لا بكل صراحه هيدا المشروع اذا بدك شوي حساس لانه تنعمل مسح بس تفوتي على البيت بده يكون عندك صفه وفي ناس بتتجاوب معك في ناس ما بتتجاوب معك في ناس عم نجرب اذا فينا نعمل هالشيء تحت قبه الكنيسه بيكون هيدا لنا ولكاريتاس ولجمعيه مرمصور ولكل الناس يعني بيكون في مسح صح بمتناول الجميع للكل وبمتناول الجميع يعني نحن وغيرنا بنستفيد منه وبنبني عليه يعني بنصير نعرف قديه حاجاتنا قديه في ناس عايزين شو في ناس عندهم اولاد بالجامعات هلا نحن عم نفكر بالجامعات بس نحن معنا فكره لليوم عم نشتغل على الموضوع طبعا بس معنا فكره اليوم قديه عدد التلاميذ اللي ممكن يكونوا بالجامعه اول تشرين او اول ايلول يعني ما عندنا فكره لا اكيد يعني. كمان ما هذا كمان مرتبط بالامتحانات الرسميه صحيح بالنتائج صحيح وبالنتائج مزبوط مرتبط ارتباط وثيق يعني هذا 100% صح وكمان بال انه اذا في افكار اغترابيه ولا لا صحيح كمان انه صحيح لانه تنشوف قدرتنا على انه نتعاطى بهالموضوع والا بدنا نصير ناخذ الاكثر حاجه يعني اذا يمكن في ناس يكونوا قادرين بس اذا نحن فاتحين مجال بيصيروا يمشوا معنا بيقولوا ليش انا بدي ادفع بياخذ قرض وبسدده بس اذا كنا نحن مرتاحين ما عندنا مشكله يعني صحيح. بس اما اذا كنا نحن تايت يعني كنا كثير ضيقين بهذا الموضوع ومحدودين بموضوع البادجت تبع هالموضوع بيصير بدنا نروح للناس اللي هن اكثر حاجه يعني ونساعدهم. حضرتك تخصصت بالجامعه اليسوعيه صحيح كان بيت اهلك وين تشتوا؟ كنا نشتي بالصفره مشان هيك اللي عندك اكسس اكثر على بيروت يعني ايه عكس روينو هيك مزبوط ما كتبنا لانه بالكسليك صحيح هالشتويه فوق من ورا الكورونا بحتشيت قديش قربتك من الناس فوق وقديش صرت لصيق بحاجاتهم صحيح 100% انا اول شيء يعني هي اول شتويه بقضيها بحتشيت لعده اسباب اول شيء انه شغل قليل ما في كثير شغل ثاني شيء ما في شغل قصدي على مستوى الهندسي طبعا ثاني شيء كل الكورسز اونلاين يعني الاولاد عم يدرسوا اونلاين فما بيأثر وين ما بيكونوا
اجتماعيا ما كان في شيء لانه كورونا كانت صحيح. مسكره الناس على بعضها كلها، وبالتالي انه ما كان في عندي سبب تبقى محل ما انا بطلع بشتي بحكيت. وفعلا فعلا هالشتوي بحكيت تخلي الواحد يتعرف اكثر عن كسب، عن قرب بالناس ويعيش معهم ويشوف قديش اول شيء الطيبه يلي عندهم يلي انا كنت واثق، وهيدي مش انه يعني مش جديده علي عطيبتهم. بس انه ما كنت عايشها اذا بدك بيومياتها، ما كنت عايشها بيومياتها كثير. يعني اهلنا شو ما عملنا معهم نحن مقصرين، ابدا مقصرين. بدي اختم، بدي اقول وتبقى فرديسو المؤسسه الاجتماعيه ذكا الفردوس. هون بوقف شوي صحيح. كلمة فرديس وكثير رح بيسمعوها بالحلقة صحيح. بس مش عم بس ما عرفنا شو هي. هي هي كلمة آرامية سريانية تعني الجنة، الفردوس. مشان هيك يعني فرديس. مين الاسم؟ طارق. طارق ذاك الفردوس الأرضي على أرض بشر المقدسة الذي احترم الإنسان على اختلافاته وهدف إلى تحريره من الفقر والظلم وارتقى به إلى دنيا الله، ويبقى آل شدياء ذو الأيادي البيضاء امتدادا ليد الله على الأرض وإشارة من قديسي لبنان تبشر بدوام الخير في زمن كثر فيه الشر وقلت فيه العدالة. هنيئا للقضاء قضاء بشري بسعادة المحبة بفرديسو، بطارق حبيب الشدياء، بنبيل دريبة وغيرهم الكثير من رسل الخير إلى الإنسان. أهلا وسهلا فيك بمريم تي في وبتعا ننسى. مرسي كتير. مرسي أهلا وسهلا. تضروني أسبوع الجاي بحلقة جديدة من تعا ننسى.